يسعد الله مساءكم مشاهدينا الاهل والمغربي، تجمعنا مع الجزائر وحدة المصير، ولا نسمح بالإساءة للأشقاء الجزائريين. قال الاهل والمغربي الملك محمد السادس انه لا يسمح بالإساءة الى الأشقاء الجزائريين، حيث أكد أن المغرب والجزائر يجمعهما وحدة المصير، مؤكدا أن هناك من يريد إشعال الفتنة بين الشعبين المغربي والجزائري، ولن نسمح بذلك، داعيا المغرب لضرورة التعلي بقيم حسن الجوار التي ترتبط بهم وبشقائهم الجزائريين. جاء ذلك خلال خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة عيد الحرش المجيد. وكان العاهل الملك محمد السادس قيام الحكومة بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من إثارة الجفاف، بالإضافة إلى مواجهة الإثارة الناجمة عن فيروس كورونا، مؤكدا على تمكين المرأة وحماية حقوقها. كما دعا الملك محمد السادس لتفعيل المؤسسة المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، مشيرا إلى أنه لن نتمكن من رفع التحديثات الداخلية والخارجية إلا بتوضيد الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الاقتصاد. عزيزي المشاهد، إذا كنت من عشاق أخبار العالم، اضغط لايك والاشتراك في القناة لكي تتوصل دائما بالجديد.